السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نيفين عصام، والنهاردة هنتهجى سورة الإخلاص. دي الحلقة الرابعة، فانتهينا من سورة الفاتحة وسورة الناس وسورة الفلق، والنهاردة هنتهجى سورة الإخلاص بطريقة بسيطة. وزي ما قلنا، يا ريت اللي ما شافش الحلقات اللي قبل كده يتفرج عليها علشان نكمل بقية الأحكام، ما تبقاش حاجة جديدة عليه. النهاردة هنتعرض لنفس الأحكام اللي تعرضناها في الصور اللي قبل كده، يعني سورة الفلق اتكلمنا عن القلقلة، برضو سورة الإخلاص فيها قلقلة، اتكلمنا في سورة الفاتحة على أحكام النون والتنوين، سورة الإخلاص برضو فيها أحكام نون وتنوين. والحكم الجديد اللي هنتعلمه من سورة الإخلاص مد الصلة، مد جديد اسمه مد الصلة، هو عبارة عن صلة هاء الضمير للمفرد المذكر الغائب المتحركة. يعني ايه متحركة؟ يعني تكون عليها ضمة أو كسرة. هنمد هاء الضمير لو هي عليها ضمة بواو مادية، أو بياء مادية لو هي عليها كسرة، لو هي تحتيها كسرة. ومد الصلة بينقسم لنوعين، مد صلة صغرى ومد صلة كبرى. الفرق بينهم إن الصغرى مفيش بعد الهاء ديت همزة، الكبرى بيجي بعديها همزة قطع. سورة الإخلاص هنتعرض لمد الصلة الصغرى، هو بيبقى شكلها طبعا الواو أو الياء بالشكل ده، الياء دي اسمها الياء المعكوفة، أو الواو نفس الواو والياء بس عليهم علامة المد، ده لو كبرى عشان هتمد 4 أو 5 حركات. في سورة الإخلاص هتبقى مد صلة صغرى وهتمد بمقدار حركتين زي المد الطبيعي بالظبط. هقول ماله أو وأمه، همد هاء الضمير حركتين. يلا نبتدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ب كسر بي س سكون بس م كسر مي بسم الله. همزة الوصل تسقط وصلا نبدأ بها آ. لام شمسية مدغمة. را شدة فتحة ومفخمة هير. حا سكون رح. ميم فتحة ألف مد طبيعي حركتين. ما نون كسرة ني. بسم الله الرحمن. همزة الوصل تسقط وصلا نبدأ بها آ. لام شمسية مدغمة. را شدة فتحة ومفخمة نير. حا كسرة حي. يا مد عارض للسكون جائز 2 أو 4 أو 6 حركات. ميم ساكنة عند الوقف. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا نخلي بالنا من الإتمامات، أقول بي ومي ما أقولش ب. بسم الله هي ما أقولش هي. نبدأ. قاف ضم قو. لام سكون قل. أراعي الضم والبسط زي ما قلنا في سورة الفلق، طالما هقول قو يبقى لازم أضم شفايفي، أي ضمة فيها ضم الشفتين، واللام ساكنة هعمل بسط مع ترقيق اللام. قل. ها ضمه هو. واو فتحة و هو. لفظ الجلالة هنا اللام هتبقى مفخمة، احنا قلنا أحكام اللام في لفظ الجلالة برضو في سورة الفاتحة، هنرجعها تاني. طبعا لو اللام قبليها حرف عليه فتحة أو ضمة هتفخم زي ما احنا شايفين هنا حتى لونها أزرق، ولو الحرف اللي قبليه تحتيه كسرة اللام هترقق، فهنا اللام مفخمة عشان الواو عليها فتحة. وراعي وانا بوصل الواو المرققة باللام مفخمش الواو. من الأخطاء الشائعة إن أنا هقول هو الله و كده بقت واو مفخمة، ده أول خطأ. الخطأ التاني إن اللام الأولانية احنا لام شدة فتحة معناها لام ساكنة ولام فتحة، اللام الساكنة هترقق وده خطأ، لأن اللامين المفروض شدة، الاتنين لام يبقى مفخمين. ما أقولش هو الله، وال غير وال، والله هو الله. ألف همزة فتحة آ. ح فتحة ح. دال ساكنة ومقلقلة عند الوقف. أحد. قل هو الله أحد. يبقى خلي بالي وراعي وأنا بتدرب على الآية الأولانية إن الترقيق في حرف الواو، الضم والبسط، والتفخيم في اللام.
قل هو، قل هو الله أحد. الله لفظ الجلالة هنا برضو هبتدي بيه الآية، فهمزة الوصل هتبقى طبعا مرققة، صوت الهمزة فتحة هتبقى همزة فتحة مرققة. هقول آه برضو من الأخطاء بسبب إنها مجاورة للام المشددة المفخمة في لفظ الجلالة، فممكن حد يقول الله الله كده الهمزة اتفخمت وبقت آه، مفيش آه، الهمزة دايما مرققة في كل القرآن، فأراعي أو أتدرب إن أنا أخلي الهمزة آه واللام مفخمة. الله همزة الوصل تسقط وصلا، نبدأ بها آه، لام شمسية مدغمة، صاد شدة فتحة، قصة، ميم فتحة، ما دال ساكنة ومقلقلة، مد. الله الصمد، برضو أراعي ترقيق الميم ما راهاش، الله الصمد صمد، الله الصمد كده الميم مفخمة الدال والهمزة. هرقق الهمزة الوصل أو الهمزة فتحة، وهرقق الميم والدال، وهفخم اللام والصاد. الله الصمد، مد مش مضى، الله الصمد. لام فتحة لا، ميم سكون لم، يا فتحة يا، لام كسرة لي يلي، دال ساكنة ومقلقلة لد، وراعي إتمام الكسر. من الأخطاء إنها تتقري يلد لي غير لي، يلد. واو فتحة و، لام فتحة لا، ميم سكون ولم، يا ضمة، واو مد طبيعي حركتين، يو، لام فتحة لا، دال ساكنة ومقلقلة، يولد، لم يلد ولم يولد. واو فتحة و، لام فتحة لا، ميم سكون ولم، يا فتحة يا، كاف ضمة كو، نون ساكنة إدغام بغير غنة. النون هنا هطبق عليها أحكام النون الساكنة، الحرف اللي بعدها لام من حروف يرملون، وده حروف الإدغام، واللام والراء بتكون إدغام بغير غنة، عشان كده هنا النون لونها رمادي عشان مش هنطقها خالص، النون نفسها بتدغم والغنة نفسها مش موجودة، فلما هتهجاها هوصلها على طول باللام شدة، يبقى اللام شدة فتحة هتبقى كلها، ما حدش يحاول ينطق النون ولا ينطق غنة، ما ينفعش اقول يكن ولا ينفع اقول يكن، ما فيش غنة، يبقى ولم يكن. هاء ضمه، واو مد صلة صغرى حركتين، ده اللي اتعلمناه النهاردة، ده واو صلة صغرى عشان بعد هاء الضمير ومضمومة، فهيبقى الحرف واو همده حركتين له، وراعي الفتح برضو وانا بعمل الفتحة والضم والبسط، واقول ولم يكو، لازم اتم حركة الضمة في الكاف، ما اقولش يكل له، كو غير كو، ولم يكل له. كاف ضم كو، فا ضم فو، واو تنوين بالفتح اظهار حلقي، لان بعديه همزة من حروف الاظهار، همزة هاء عين حاء غين خاء، وده معناه ان انا هنطق التنوين عادي بنون ساكنة، ون اللي هعمل ادغام ولا اخفاء. الف همزة فتحة آ، ح فتحة ح، دال ساكنة ومقلقلة عند الوقف، احد. ولم يكن له كفوا احد، راعي اتمام الضم في الآية دي، ما اقولش يكن له كو كفو أو كفوا. من الأخطاء الشائعة في سورة الإخلاص إن دايما الناس بتنطق الفاء ساكنة، كفوا معناها فاء ساكنة وهي عليها ضمة، فلازم أتم الضم وأضم الشفايف وأقول كفو كفوا أحد. هنلاحظ هنا طبعا احنا بنقف بالسكون، بس في علامات في المصحف هنا، دي علامة الإقلاب. طب ليه علامة الإقلاب؟ ده في حالة إن أنا لو هوصل آخر الآية ببداية السورة اللي بعدها اللي هي البسملة، هيبقى تنوين وبعديه باء، فهطبق الإقلاب، هتبقى أحد باسمي، بس عادة إحنا هنقف على آخر الآية.
هنقول الصورة على بعضها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. يبقى النهاردة بالصورة دي احنا كده عرفنا المد الطبيعي حركتين، وتعلمنا المد العارض للسكون 2 أو 4 أو 6 حركات، ومن سورة الفاتحة اتعلمنا المد اللازم الكلمي المثقل 6 حركات، والنهاردة اتعلمنا مد الصلة الصغرى مع أحكام النون والتنوين. ياريت تراجعوا الحلقات السابقة، والحلقة القادمة هتبقى سورة المسد، هنتعلم مد جديد. أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.